ايه العلامات الخطيرة لو انا شفتها مع الصداع لازم اتوجه فورا لدكتور الامراض العصبية. لو الصداع جه نوبة شديدة زي الرعد في دماغي، عشان بنخاف من الصداع الرعدي اللي هو سببه نزيف تحت الام الجافية، او الصداع حصل معاه ارتفاع في درجة الحرارة وحصل معاه تخشف في الرقبة او تغير في درجة الوعي او تجل في اللسان، عشان بنخاف من التهاب السحائي، او لو الصداع ده جه معاه النظر ضعف معاه او بشوف الحاجه 2 رؤيه مزدوجه، او جفني سقط مني، عشان بنخاف من تجلط الاورده اللي ورا العين او بيسموها الجيوب الوريديه بتاعت المخ، او في ورم ورا المخ ورا العين، او لو في صداع نابض ومستمر وممكن ارجع معاه او اتشنج معاه، عشان بنخاف من العيوب الخلقيه اللي في المخ، او لو الصداع جه معاه تجل في ايد ورجل او تنميل على ناحيه عشان استبعد جلطات المخ، او لو الصداع ده معايا من فتره والصداع دوت بيصحيني من اعز نومه وبيزيد مع الوقت عشان يطلع اورام المخ، او لو الصداع ده حصل لي بعد حادثه او خبطه عشان خاطر بنخاف ان الخبطه تعمل نزيف في المخ. دي كلها علامات لو انا لاحظتها في المريض خلاص كده لازم اتوجه لدكتور الاعصاب فورا عشان يقدر يشخص بسرعه. شكرا.